بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم محاضرتنا إن شاء الله المحاضرة رقم 2 على المقدمة على الانترودكشن، وهي استكمالا للمحاضرة الماضية. فالأنزيمات زي ما احنا بنعرف هي أنزيمات تؤدي عملها بتخصص وبدقة عالية. الإنزيمات هذه تأثر في عوامل تأثر عليها. أول شيء اللي هو زي ما درسنا الإنزيم concentration، تركيز الإنزيم، والسبستريت. اثنين، السبستريت concentration، فهذا كله كان إحنا بنعرف هو ال KM، ميكايليس كونسنس. كل ما كان أقل كل ما كانت الأفينيتي أعلى، كل ما كان أعلى اللي هو الأفينيتي أقل. ف small KM indicate that enzyme require only a small amount of substrate to become saturated. Hence the maximum velocity is reached at relative low substrate concentration. وبالتالي السرعة القصوى تصل بصلها الانزيم بكمية قليلة من substrate. أما إذا كانت ال KM عالي معناته indicate the need for high concentration of substrate to achieve maximum reaction velocity. A substrate with low KM upon which enzyme act catalyze frequently consume enzyme B natural substrate through it is not true for all enzyme. فمعنى هذا الكلام في عندي اللي هي العوامل بتأثر على الانزيم، تركيز الانزيم، تركيز السبستريت، اللوستري اللي هي اللوستريك سايت with a site other than active site of enzyme. كمان بيأثر على عمل الأنزيمات. في عندي الأنزيم له active site، كمان غير الactive site في حاجة اسمها allosteric site، هذه بتعمل تقريبا مساعدة للactive site. من الأشياء اللي العوامل اللي بتأثر على عمل الأنزيمات الكوفاكتور. من enzyme doctor present other compound called cofactor which are needed in order to demonstrate their catalytic activity. A cofactor ممكن يكون coenzyme وبالتالي non-protein organic substrate which the result is a thermostable and loosely attached to protein part. A prosthetic group, an organic substrate which the visible thermostable which is firmly attached to protein. هنا في الحالة هذه هي ارتباطها قوي. Or a proenzyme portion R and اللي هو metal ion activator. بعض الأنزيمات بتحتاج للأيونات زي البوتاسيوم والحديد والنحاس والكوبر والزنك والمغنيسيوم إلى آخره من المواد الأخرى اللي بحتاجها الإنزيم. اللي بيهمنا أكثر في دراستنا اليوم إن شاء الله هيك كون تعرفنا على الأنزيمات، ما يعرف بالإندستريال إنزيم، الأنزيمات اللي تستخدم في الصناعة. For many centuries enzymes have been employed in a variety of applications such as beer، استعملوه في صناعة البيرة، and cheese production في صناعة الألبان، both in past and currently enzymes have been derived from nature sources such as tissue and of a plant and animal. الانزيمات اللي حصلوا عليها في الصناعة كان مصادرها الحيوانات والنباتات زي ما نعرف. لو احنا بدنا نيجي نشوف اللي هو الانزيم السورس مصدر اكشن انفود ايش بيعمل في المادة الغذائية، ابليكيشن او فود ابليكيشن كفاية اي نوع من الصناعات استخدموا الصناعات الغذائية. فمثلا عندي الالفا ميليز، الالفا ميليز المصدر تبعه السيرال سيد، الحبوب زي القمح والشعير يستخدموه في اللي هو ستارش هيدروليسيز، يؤدي الى عمل تكسير النشا والاوليغوساكرايد. بيستخدموه في صناعة الخبز البروينج مالتنج اللي هي عملية انتاج للبيرة. البيتا أميليز، في عندي ألفا أميليز، في عندي بيتا أميليز اللي هي سويت بطاطا، البطاطا الحلوة بننتج منه. أيضا هو يستخدم في الستارش هيدروليسيز في تكسير النشا
to maltose, the production of high malt syrup. كمان يستخدم البابايان، البابايان اللي هو النبات البابايا كلنا بنعرف، اللي هو يستخدم source of lactics of unripe papaya fruit. حبة البابايا هذه بنستخدمها بيخرج منها زي الحليب الأبيض، وهذا بيستخدم في الفود اند بيفريج بروتين هيدروليسيس، في تكسير البروتينات اللي موجودة في الأغذية وفي بعض المشروبات. يستخدم في الصناعات الغذائية في حالة اللي هو ميت تندرايزيشن، اللي هي ايش، اللي هي تطرية اللحوم. شيل هيز بريفنشن ان بير، كمان يستخدم في تصفية او التخلص من العكار اللي بعض الاحيان بيكون في صناعة البير. في عندي ايضا انزيم بروميلين، هذا بينتج من الاناناس، بين ابل جوس اند ستيم. Muscle and connective tissue protein hydrolysis بيؤدي إلى تكسير اللي هو البروتينات اللي موجودة في العضلات وموجودة في ال connective tissue. بيستعمل للصناعات الغذائية، بيستخدم في meat tenderization اللي هو تطرية اللحوم. فيسين هو اللي احنا نعرف لو أخذنا حبة تين بيخرج منها أيضا سائل أبيض اللي هو فوق fruit لاتكس، لهذا يصدر أز برولامين بروميلاني ميلين. البروميلين اللي هو زيه زي الباباين but not widely used due to its cost. طبعا عشان تحصل على كمية من الفيسين نحتاج لكمية كبيرة من التين، وبالتالي هو أعلى ثمن من البرولامين أو الباباين. التيروسين، التيروسين ينتج من الحيوانات سواء كان الأبقار أو البروسين، البروكين اللي هي بنكرياس، من البنكرياس في الخنازير أو في الأبقار. يستخدم للفود بروتين هيدروليسيس، تكسير البروتينات اللي موجودة في اللي هو اللحوم أو في البروتينات اللي موجودة في المواد الغذائية. production of hydrolase for food privilege most replaced now by microbial proteinases. فبالتالي يستخدم في الأشياء هذه اللي هي زي ما حكينا في المقبلات أو في الأطعمة اللي هو المشروبات الموجودة. كايموسين لرينت، احنا نعرف لينت اللي هو بيستخدم من أمعاء اللي هي أبو أسيوم، اللي هي كي كازين هيدروليسيس كواجيليشن أوف ميلك شيز ميكينج، في استخدامات اللي هي لتصنيع الأجبان. البيبسين إنزيم موجود في القناة الهضمية، وبالتالي احنا بنخرج منه بنستخدمه اللي هو في البوفاين أبو مسيم، مسيم اللي هي القطعة أو الجزء من اللي هو الكرش زي ما بنحكي عليها، يستخلص الأنزيمات منها as كيمويسين and more generally كايسين hydrolysis in cheese، يستخدمه في صناعة الأجبان وصناعة الألبان. usually present with كيمويسين as part of رينيت، احنا بنسميه رينيت الأيام في الموجود بكميات كبيرة. لايبيز هو إستريز a glut of goat بالأغنام، موجود في الأغنام وفي مري الأغنام، وبيستخدم كمان في بنكرياس الخنازير. بيستخدم ليه اللي هو المدام لايبيز، فهو بيستخدم للتحطيم لترايجليسرايد الدهون الثلاثية فليفر انهانسمنت ان تشيز، بيؤدي لتحسين في أطعمة الأجبان. فات فانكشن موديفيكيشن باي ان استريفيكيشن، هذه وظيفته إن شاء الله هنشرحها بتفاصيل أكثر. لايبو جينيزيز، لايبو أكسجينيز اللي هي بيخرج من الصويا بين فول الصويا، العظيفة اللي هو أكسيديشن أوف أنساتشوريتد فاتي أسيد إن الفلور في الطحين. بريد دوغ إمبروفمنت هي تحسين المنتوجات المخبوزات. لايسوزايم بيوجد في مصدره اللي هو الهينج، في البيض،
الأكسجين later the hydrolysis of bacterial cell wall all polysaccharide بيؤدي إلى تكسير اللي هو البوليساكرايد prevention of late cloning defect in cheese by spore forming bacteria بيمنع اللي هو تكوين البكتيريا وبيمنع تكوين اللي هي spores forming bacteria اللي هي البكتيريا اللي بتؤدي إلى خراب الأجبان فيما بعد. لاكتوبروكسيديز هي اللي يستخدم تشيز واي في اللي هو أو في البوفاين كولستروم اللي هي اللبا، تعرفوا اللبا هذه اللي هي الحليب اللي بينتج بعد الولادة مباشرة. نشوف الحليب هذا لونه أصفر زيادة عن الحليب العادي، بيستخدم في اللي هو أكسيديشن أوف ثيوسيانيت أيون تو بكتيريال سيدل. Cold sterilization of milk بيؤدي إلى تعقيم الأجبان. معنى صح، most industrial enzymes are produced by modified microorganisms. الأنزيمات هذه تنتج بواسطة ميكروبات، الميكروبات هذه حصل عليها تعديل ما يسمى بـ recombinant DNA technology for following reason. ليش؟ لأنه higher expression level، لأنه البكتيريا بتنتج كميات كبيرة من الأنزيمات. الأنزيمات هذه تنتج كبير، كمان higher purity. الأنزيمات اللي تنتج حوالي percent of enzyme versus other component. cheaper production due to above، يعني إحنا بنستعمل بكتيريا وبنستعمل كائنات حية دقيقة لإنتاج كميات كبيرة بدقة عالية ونقاوة عالية، وكمان أرخص في الثمن، لأنه أنا بدل ما أروح أذبح حيوان عشان أخذ منه إنزيم البيبسين أو التريبسين، بخلي الميكروبات هذه تنتج لي المواد هذه بشكل أسرع وبشكل أحسن. كمان إنزيم كان بي expressed with originate for organism which have low expression level or which are pathogenic. Protein engineering can provide enzyme with regards for example oxidation resistance. اللي احنا لما استعملنا تكنولوجيا recombinant DNA الريكومبيننت دي اني يمكن بتتصور انكم درستوها انتو في البيولوجيا الجزيئية، شفنا كيف بنعدل في تعديلات الجينات ونقدر ننتج مواد لا تنتجها الميكروبات، وبالتالي المواد هذه كلها هياتها ريكومبيننت دي اني اوبن ذا دور تو انجينيرينج دو ذا انزيم بروتين. فبروتين انجينيرينج كان improve enzyme with regards for example oxidation reaction oxidation resistance بتخلينا نحصل على انزيمات مقاومة للأكسدة. improve processing tolerance change substrate specificity improve thermostability and improve storage stability. كل هذه التكنولوجيا اللي استعملوها في التعديلات الجينية أو تعديلات recombinant DNA technology كلها بتؤدي إلى ننتج أنزيمات بشكل أحسن مقاومة للأكسدة، عمليات تتحمل الحرارة، تتحمل اللي هو التخزين بشكل أحسن، وبالتالي هذه لصالح اللي هو الإنتاج الأنزيمات. Recombinant DNA technology may open the door for application of enzymes so-called thermo-extremophilic fillers. They are microorganisms which can, in constant mesophils, grow under extreme conditions such as organisms grow under the following conditions. وبالتالي أنتجنا إحنا أنزيمات، الأنزيمات هذه لها مواصفات جديدة عن غير عن اللي بنعرفها. مثلا ثيرموفيلس اللي هي high temperature انزيمات، الانزيمات هذه such organism grow. فبالتالي احنا اذا عدلنا وراثيا على الميكروبات، الميكروب هذا بصير تنتج لنا انزيمات تحت ظروف طبعا اللي هي غاية في الصعوبة
أو إكستريم، وبالتالي مثلا ما أقول ثيرموفيلز يعني الميكروبات هذه تنتج أنزيمات تحت حرارة ممكن تصل أكثر من 90 درجة مئوية، وهذه عالية جدا. سايكروفيلز إكستريم لو تمبريتشر عكسها تماما، لأن الميكروبات هذه بتنتج أنزيمات تحت درجة حرارة منخفضة مثلا اللي هو زيرو تمبريتشر. ثيرمو أسيدوفيلز هاي تمبريتشر أند لو بي اتش، يعني الأنزيمات للبكتيريا هذه أو الميكروبات هذه تنتج أنزيمات تحت درجة عالية، وكمان تحت إيش اللي هو تحت ظرف إنه يكون البي اتش كمان اللي هو منخفض. كمان بارافيلز اللي هي الانزيمات اللي بتنتج ميكروبات بتعمل تحت ظرف عالي الضغط، لأنه إحنا بنعرف في الصناعات الغذائية وفي صناعة التجربة الغذائية في حرارة وفي ضغط، والضغط كبير والحرارة كبيرة، وبالتالي الأنزيمات أو البكتيريا اللي بتعمل في الظروف هذه لازم تكون تتحمل الحرارة. بس وفرت لنا الريكومبيننت دي أنتيبيوتيكولوجي اللي هي الظروف هذه. هالوفيلز هاي كونسنتريشن اوف سولت، أملاح الكا دي فيلز اللي هي هاي تم هاي بي اتش، واسيدوفيلز لور بي اتش بي اتش. فود انزيم اللي هي اللي عندي من البداية فود بايوتكنولوجي، استعملوها في بريد الكوليك بريفيج فينيجر تشيز يوغورت، استعملوها لإنتاج للمخبوزات الخبز والكحول المشروبات الكحولية للفينيجر الخل التشيز اللبن الألبان والأجبان واليوغورت and اند مي other food have been made using enzyme. وإحنا هذا إيش موضوع دراستنا خلال المساق هذا، إنه كيف بدنا نستعمل الإنزيمات هذه في صناعات وفي تكنولوجيا إنتاج الخبز الكحول النشا الخل الأجبان والمواد الأخرى المواد الألبان. Today biotechnology is still affecting the food industry by providing a new product. دائما في عندي منتجات غذائية تنتج باستخدام اللي هو البيوتكنولوجي، يعني استخدام ميكروبات أو استخدام أنزيمات بهدف إنتاج مواد غذائية جديدة. lowering the cost اللي هو البيوتكنولوجي بتوفر لي إني أنتج مواد غذائية بسعر أقل. improving processes in which food is produced by along the relied اللي هي بالتالي لتحسين طريقة الإنتاج. using biotechnology improvement in functionally natural and nutritional volume اللي هي القيمة الغذائية. sensoric properties like flavor زي الطعم، ممكن تحسن في الطعم تحسن في الكمية الغذائية. texture have been achieved as well as improvement اللي هي المنتج. using a new tool such as كل هذه المواد اللي احنا بنحسنها في البيوتكنولوجي ممكن نستعملها بواسطة استخدامنا للأنزيمات زي ما حكينا، ممكن بواسطة الإمولسيفاير and improved starter culture اللي هي cultures اللي هي البدايات اللي المواد اللي احنا بنستعملها في الصناعات الغذائية. biotechnology also offers improvement way to deal with waste problem، كمان الانزيمات ممكن تساعدنا او البيوتكنولوجيا تساعدنا في التخلص او مشاكل الفضلات اللي بتنتج في الصناعات الغذائية او في المصانع الاخرى. food safety problem كمان لها دور كبير في هي السلامة الغذائية. package issue extra وبالتالي الانزيمات او البيوتكنولوجيا بشكل عام بتوفر لي الاشياء هذه من ناحية التحسين من ناحية التفاعل او التخلص من المواد او الفضلات الى اخره. food enzyme application in food production enzyme have a number of advantage ميزات استخدام الانزيمات في الصناعات الغذائية وفي التكنولوجيا الغذائية.
غذائية. First and most important in enzyme are used as alternative to traditional chemical based technology. وبالتالي الأنزيمات إلها خاصية أو إلها فائدة كبيرة جدا إن أنا بستعملها بدل ما أستعمل المواد الكيماوية. وبالتالي إحنا نعرف كل مادة كيميائية بنضيفها على المادة الغذائية إلها تأثير، ولكن الأنزيمات هذه ليس لها تأثير على المادة الغذائية أو على المستهلك اللي بيستهلك المواد الغذائية. وبالتالي هذه كانت من أهم الأشياء. Important is that enzymes are used as alternative، كبديل لإيش؟ للمواد الكيميائية. Enzyme can thus replace synthetic chemical and wide range process. كمان الأنزيمات استعمالها في الصناعات الغذائية بيؤدي إلى lowering energy consumption level. كمان إذا هو الإنزيم بيعمل أحسن من المواد الغذائية من المواد الكيماوية، فهو بيؤدي لإيش؟ بيؤدي إلى lowering energy، استهلاك الطاقة بيكون أقل. ليش؟ لأنه الإنزيم لا يستهلك في التفاعلات من البداية. بنوصل في المحاضرة الماضية حكينا إن الإنزيمات لا تستهلك من التفاعل، يعني ما بتضيعش، بتضلها تتجدد وتحول كل سبستريت تحوله لبرودكت. بايو دي جاريجراتي برودكت كمان هو إيش؟ مادة بيولوجية بتؤدي ل تحطيم المواد اللي احنا وتحويلها من سبستريت لبرودكت. The result is high quality product، وفي النهاية بكون عندي منتج عالي الجودة and less pollution، وكمان عملية اللي هي التلوث بتكون أقل. Do not destroy valuable alternative in food and food component، كمان ما بتأدي الأنزيمات ما بتكسر المواد القيمة الموجودة في الغذاء وكمان في المكونات الغذائية. The first commercial food product produced by biotechnology was an enzyme used in cheese. كمان احنا بنعرف الأنزيمات هذه استخدمت في صناعة الألبان، في صناعة الأجبان. The food industries used more than 55 different enzyme production product in food processing. وبالتالي الأنزيمات اللي في الصناعات الغذائية بيستعملوا أكثر من 55 إنزيم. 55 إنزيم هذول هيهم في ليست موجودات عندي زي ما انت شايفين. الأنزيمات هذه في الإنزيم، في السورس، في الأبليكيشن أكشن إن فود، والأبليكيشن إن فود تكنولوجي. لو أخذنا في البداية الألفا أميليز، الألفا أميليز ممكن يكون أسبرجيلاس أو بروسيلاس باسيلاس سبيشيز أو مايكروباكتيريوم إمبيردل، هذه كلها بتستخدم لويت ستارش هيدروليسيز. أمايليز دوت سوفتنينج بيستخدموه في الصناعة اللي هي تطرية اللي هو الدوناتس، اللي الدوناتس هذه اللي بنحكي عليها المخبوزات. انكريز بريد فوليوم بتأدي إلى تكبير حجم الخبز. aid in the production of sugar. لو أخذنا كمان إنزيم اللي هو ألفا أسيتو لاكتيت، ألفا أسيتو لاكتيت باسيلس سابتيلس convert أسيتو لاكتيت to acetone. acetone production reduction of wine manufacture time by circumventing need to decarbonize for secondary formation of the acetone. وبالتالي هذا يستخدم في صناعات الخمور، في صناعات الخمور، وبالتالي شيء مهم. أميلو جلوكوسيديز أسبرجيلاس نيجر هيدروليز ستارش ديكسترين تو جلوكوز، هذا كمان one stage of high fructose corn syrup production of late beer little beer اللي هي طبعا في صناعة البير. وزي ما انتم شايفين ليست طويلة من الأنزيمات حوالي 55 إنزيم، زي مثلا من الأنزيمات اللي نعرفها اللي سمعنا عليه اللي هو إنزيم السيليوليز بينتج من الأسبرجيلاس نيجر
تريكوماديرما سبيشيز، هيدرولايز سيلوليز سيلولوز، فروت ليكوفيكيشن ان جوس برودكشن، يستخدم في العصائر المنتجة من المواد من في العصائر من المواد من الفواكه. زي ما انتم ملاحظين كمية كبيرة من عوالي للمعرفة فيها، زي مثلا بيتا جلوكانيز اسبراجيلا سبيشيز باسيلس سبتلس هيدرولايز بيتا جلوكان ان بير ماشيز فلتريشن ايد هيز بروفيدنج ان بير برودكشن. هذا يستخدم في صناعة البير، صناعة البيرة بيحاولوا دائما يخلوا لونها صافي، فيش فيها عكار، وبالتالي استخدام الانزيم هذا المنتج من الميكروبات هذه بيؤدي لإيش؟ بيؤدي لأنه البيرة اللي بصنعها تكون صافية. لو أخذنا كمان مثال جلوكو أيزومريز أكتينو فلان بلانيز اللي هي ميسيشورس اللي هي كونفيرت جلوكوز تو فركتوز، احنا شايفين اسمه ايش؟ جلوكوز ايزومريز. الجلوكوز في 6 ذرات من الكربون، والفركتوز هنا في ايش؟ في 6 ذرات من الكربون، فهو بيحول الجلوكوز لفركتوز. production of high fructose corn syrup beverage sweetener، وبالتالي هو يستخدم لانه الفركتوز هو منتج او مادة سكرية حلاوتها احلى من الجلوكوز، وبالتالي احنا اذا حولنا الجلوكوز الفركتوز معناته احنا انتجنا منتج غذائي بيكون فيه كميات الفركتوز اكثر فيه، وبالتالي بيكون طعمه احلى من شو، وهيك بيتم اللي هو المنتجات هذه كلها. زي ما انتم ملاحظين لو اخذنا كمان اللي هو مثال للبيكتينيز، بيكتينيز او يسمى بولي جلوك جلا كلورونيز برونيز اللي هي من البليسيديوم في سيليوم، وهذه هيدرولايز اللي هي ايش؟ البكتين، بكسر مادة البكتين. كاليريفيكيشن او فروت جوس باي دي ابكتينايزيشن، يعني ايش معنى هذا الكلام؟ اذا انا اخترت البكتين، انا بعض الاحيان بعصر اللي هي المواد المواد الفواكه، وبالتالي بكون فيها نوع من العكر الموجود في العصير عصير الفواكه. أنا إذا حبيت إني أنتج منتج فيه كميات من العكار أقل، وبالتالي بستعمل البكتينيز بكسر البكتين، وبالتالي بيديني عصير فيه إيش صافي أكثر. وهذا المثال زي ما حكيت كميات كبيرة على الأنزيمات. إن شاء الله في مناسباتنا إحنا حنحكي على الأنزيم وكيف يستعمل، مصادره إيش، وظيفته، وكيف يستعمل في الصناعات الغذائية أو الفود تكنولوجي. طبعا دخل على الموضوع الفود تكنولوجي اللي هي مادة اللي هي عادي الموضوع اللي اسمه جينيتيك انجينيرينج، وانا كمان مرة بحكي اذا اخذتوا البيولوجيا الجزيئة اكيد سمعتوا على الجينيتيك انجينيرينج. في بدايات 1980 صار في عندي حاجة اسمها companies which produce enzymes have been using genetic engineering technology، يعني انزيمات انتجت بواسطة تقنيات الجينيتيك انجينيرينج to improve production of efficiency and quality من ناحية الكفاءة ومن ناحية الكمية and to develop a new product، وبالتالي انتجت الانزيمات باستخدام اللي هو الجينيتيك انجينيرينج، وحنحكي عليها ان شاء الله في المحاضرة الجاية بالتفصيل كيف بتتم العمليات الجينيتيك انجينيرينج. لكن في نهاية الانترودكشن هذه اللي بنحكي عليها، الانزيمات احنا لما نضيفها على المواد الغذائية وتؤدي لنا عمل في المواد الغذائية، هل تبقى الانزيمات موجودة في المنتج الغذائي؟ نعم، في بعض الاحيان تبقى الانزيمات، احنا اذا ما تخلصناش من الانزيمات او ما دمرناش الانزيمات في خلال انتاجنا للمواد الغذائية الانزيم بضل. فهل الانزيم بيسبب اليرجي للمستخدم؟ فبالتالي انزيم اليرجي لانزيم الانزيمات هذه بالحساسية بشكل عام، يعني ما فيش تقارير من المستهلكين انه صار عندهم حساسية نتيجة تناول المواد الغذائية هذه. لكن بمعنى أصح المنتج الغذائي قبل ما يتسوق لازم تحصل عليه اللي هو دراسات، هل المنتج الغذائي يسبب حساسية لبعض الناس ولا لا، وهل المنتج الغذائي هذا اللي استخدمنا فيه الأنزيمات للتصنيع الغذائي
بيتم بيسبب حساسية كثير من الناس ولا لا؟ The level of enzyme residue appearing in food are so low. يعني كمية الإنزيم اللي بتضلها في المنتج الغذائي بتكون قليلة، وبالتالي عشان هيك احنا بنحكي انها مش ممكن، يعني ممكن ما تأثرش، ولكن they are highly unlikely ever to cause allergies، وبالتالي مش ممكن تكمل أو ممكن تؤدي لنا لحساسية للأشخاص. وزي ما قلت قبل شوي إنه قبل تسويقنا وإنتاج تنزيل المنتج على السوق لازم نفحصه للجانب هذا بالتحديد، حتى نشوف إنه بسبب حساسية لكل الناس ولا لبعض الناس، ولا ما بسبب حساسية أبدا لجميع الناس. Like all proteins، زي البروتينات العادية، الإنزيم can cause allergic reaction when people have sensitized through exposure to a large quantity. فالحساسية بتصير إذا تعرض الإنسان لكمية كبيرة من الإنزيمات. For this reason, companies will take variety of production measurements and some enzymes are produced as liquid granules in capsule and or as mobilized preparation. يعني احنا استخدمنا الأنزيمات في الصناعات الغذائية، ممكن نستخدمه على شكل حبيبات أو في كبسولات أو ما يعرف بـ mobilized preparation. الـ mobilized preparation زي ما أنتم ملاحظين هنا، إنه أنا باخد المنتج وبمرره عبر إيش؟ عبر الإنزيم. فهاني هذه اسمها enzyme mobilized membrane، يعني substrate بيدخل عبر الممبرين هذا بيتحول لبرودكت. لكن الإنزيم بيبقى وين؟ بيبقى في الممبرين، وبالتالي الإنزيم عمله وما دخلش مع ليش البرودكت. فتصور إنه بكفينا اليوم عند الآن، وإن شاء الله المحاضرات الجاية بنكمل على الأنزيمات وعلى محاضرات أخرى العلاقة بتكنولوجي الفود تكنولوجي.